يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به؟ عقوبة له، من أظهر صوته بالقراءة أو بتحسين الصوت من أجل أن يسمعه الناس ويمدحوه سمع الله به، يعني وأوصل صوته إلى الناس وسمعوه ومدحوه، حصل له مطلوبه في الدنيا، لكنه خاسر عند الله سبحانه وتعالى، هذا من باب العقوبة. وكذلك في الآخرة يسمع الله به، بمعنى أنه يشهر عقوبته أمام الناس ويفضح أمام الناس. نعم.